السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة أنا مش محضر حاجة إن أقولها والله، بس من لحظات بالظبط شفت فيديو لمواطن مصري، راجل كبير في السن بيبكي وكده، يعني أو الدموع في عينه وصعبان عليه نفسه وهيبكي. والحقيقة أنت ممكن تفسر بكاء وبقى تقول يا عم إيه بقى التفاهة ديت، ده يعني إيه هي دي حاجة تستاهل؟ لكن بص يعني انا شايف الفيديو ده بمنظور تاني خالص، بيوريك ازاي احلام المصريين تبخرت. يعني لا انا مش بكلمك عن احلام المصريين يبقى عنده عربية وعنده فيلا وعنده شقة وعنده مش عارف، لا خالص، لا بوريك ابسط احلام المصريين تبخرت تماما. راجل كبير في السن، يعني كبير في السن 50 سنة، اقل من 50 سنة، اكتر من 50، يعني في الرينج ده، راح جاب علبة كشري، فلقى علبة الكشري بتاعته، اللي علبة الكشري دي بالمناسبة، بس قبل ما اقول لكم على موضوع الراجل اللي خرج، شريف عامر اللي جابوه مع المحلل، فاكرين موضوع المحلل اللي اتجوز 33 واحدة، كان دوبلير في مسلسل الاختيار بتاع الانجازات. شريف عامر بيقول لك ان علبة الكشري بقت ب 90 جنيه على فكرة واكتر كمان. طبعا هو مش يقصد العلبة العادية الصغيرة اللي كنا بنجيبها دي، هو يقصد العلبة اللي هي بتاعت شخصين كده، دي اللي ب 90 جنيه. علبة الكشري ب 90 جنيه، وسندوتش الفول بقى ب 8 جنيه، وقرص الطعمية بقى ب 4 جنيه. ازاي انت بتقولي ايه؟ اه والله زي ما بقولك كده، اسمع معايا. في طبق كشري، غير الموضوع خالص، في طبق كشري بيتباع ب 90 جنيه. الراجل راح اشترى علبة كشري عشان اللي هم الناس اللي عدماء الضمير، عشان قالوا يحسسوا انه العلبة مليانة او حاجة، او بقى ما تعرفش مين اللي عملها معاه، حطوا له حجارة في العلبة من تحت عشان يشعر ان العلبة مليانة. ده بس عايزك تشوف الوضع في مصر وصل لفين. انت متخيل يعني الليفل في مصر وصل لفين؟ انا ما بكلمكش عن ده، راجل عايز يعمل، عايز يبقى عنده فيلا ويبقى طموح ويبقى عنده عربية ويبقى عنده منصب حكومي، ده راجل وصل بالحال انه بكى على علبة كشري. ده بس بيوريك الوضع بتاع اللي الشعب المصري بيعيشه. قرص الطعمية بقى بجنيه، وفي ب 2 جنيه، يعني في بجنيه، وفي في اماكن بتبيعه ب 2 جنيه، وفي اماكن بتبيعه بجنيه. قرص الطعميه النهارده لو اسره مكونه من 5 اشخاص، كل واحد بس محتاج له 5 اقراص طعميه، وانت عارف انه اكتر من كده، بس هنقول 5 اقراص طعميه، مش لازم يعني هياكل كده نص اكله. 5 اقراص طعميه، 5 اقراص طعميه للشخص الواحد ب 5 جنيه، في 5 اشخاص ب 25 جنيه طعميه، لما كان زمان كنا بنشتري بجنيه. زمان ايه؟ من سنتين ثلاثه اربعه خمسه كنا بنشتري بجنيه يكفي اسره كامله. دلوقتي ب 25 جنيه طعميه ل 5 اشخاص. ما جبتلكش بقى سيره البيضه ب 4 جنيه، البيضه دلوقتي خلاص، البيضه بقى من الرفاهيات. ان لما تلاقي دلوقتي، لما تلاقي اسره بتاكل بيض، خليك فاهم بس كده، يا اغنيه يا اغنيه، ده انتوا مليونيرات، ده انتوا مليارديرات، بتاكلوا بيض، انتوا بتاكلوا بيض. ما في خلاص، البيض ده من رفاهيات، اللحمه دي خلاص من الاحلام الورديه اللي ممكن الشعب المصري يحلم بيها بقى، وما يشوفش يحلم بس. الفراخ ده خلاص بقى مالناش دعوه في الحاجات ديت للكبار فقط، فخلاص احنا بقى الشعب المصري خلاص، احنا عدينا الليفل ده، احنا عديناه من زمان خلاص. يعني الناس بقى الطعميه والكشري مش موجودين، اللي هو الاكله الشعبيه بتاعت القاعدة اللي هي بص تحت خط الفقر ب 60 خط. أنا عارف إن في ناس زعلانة مني من يوم ما تفات على الجنيه، لكن قولوا لي بالله عليكم، الجنيه دلوقتي بيعمل إيه؟ آدي الجنيه رغيف أهو ومتوسط عليه، وبيقول لك تاني لسه يعوموه، ده أنا من حقي كده تف ونف عليه. دي الشعب المصري لما يا عيني بيغلب معاه بياكل كشري وطعميه، واليوم خلص على كده، لا بقى في كشري ولا في طعميه، وحتى الكشري بقى غلي، والناس يعني بقت تروح تشتري العلبه تلاقي نصها فاضي، وده طبيعي. مصانع كتير جدا في مصر بتقفل. الوضع في مصر والله ما نظره سوداويه، والله ما هي ليست نظره سوداويه، بس تخيلوا ان نظام يا جماعه بأكمله قائم على القروض، ويا ريت القروض دي خدها استفاد بها في شيء، لم يفعل بها شيء، وفي الاخر نسفه من الوضع اللي بيعيش الشعب المصري. نجيب العامل بتاع الكشري ونجيب منة شلبي. طب سيبك من منة شلبي خلاص، مش عايز اتكلم عنها تاني. نجيب عامل الكشري عشان يطلع في التلفزيون بيصرف عليه مئات الملايين من الشعب، بيصرف على التلفزيون مئات الملايين من الشعب عشان يطلع يقول لك انا قررت ان اغني اغنيه ايه،
ازقز وجري على ردا على اغنيه انت شوجري وشو اليوتيوب. قول اي حاجه اللي حضرتك مش حاجات اي حاجه اللي يعجبك. انا مطلع اغنيه انا ذات نفسي حلو الكلام ازقز وجري حلو الكلام ازقز وجري تمام. انا مطلع اغنيه كمان كلتنا ولا تسعى عشان احنا بنسعى. طيب البرامج اللي بتتعمل ساعات وبتصرف عليها مئات الملايين دي البرامج دي ليه ما تتكلمش عما يعيشه الشعب المصري؟ ما ينفعش ما ينفعش تتكلم عما يعيشه الشعب المصري، تتكلم عن ازقز وجري انتش وجري زحلق وجري اعمل وجري اسرق وجري زي عبد الفتاح السيسي اسرق وجري اعمل كوبري وجري. اتي مونتو اتي شاندر يا هورتي اتي مونتو اتي شاندر يا هورتي انتش وجري انتش وجري ترلتت ازقز وجري ازقز وجري ترلتت. فالراجل ده كان يتوقع وهو من 10 سنين من 15 سنه هيعيش الوضع، يعني هو كان متخيل ان هيعيش الوضع متخيلين الوضع مع الشعب المصري وصل لانهي ليفل. انتوا متخيلين الناس ماشيه في اصل موضوع عمل الكشري ده مش عمل الكشري اسف الراجل بتاع الكشري ده اللي هو باك على قلب الكشري اضربوه على القاعده الكبرى في الشعب المصري. النهارده الناس بقت بتكلم نفسها، الرز الناس مش عارفه تشتريه مش عارفين يشتروه، فطالعين باحمد موسى يبرر ليك ويقول لك ما تشتريش رز تشتريش جيب رز ليه؟ انا بابا انا بقيتش اكل رز. شوف بقول لك حتى ابسط الحاجات اللي كان الشعب المصري بياكل ما قال لك ما تاخدهاش، العيش ما تاخدوش. ما هو لما يكون عيش ولا فول ولا عدس ولا رز ولا 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 بيض ولا لحمه ولا فراخ طب ناكل ايه؟ ورق شجر. ورق شجر شو قال لك ورق شجر؟ هتاكل ورق شجر هتاكل ورق شجر. ارجعوا يا جماعه للشده المستنصريه، سرشوا على اليوتيوب. انا مش عايز اتكلم عن الشده المستنصريه وان كان ليا وجهه نظر مثلا او بحب اقرا تاريخ، بس في الاخر ناس كتير اتكلمت عنها. ارجعوا اتفرجوا على الناس بتتكلم عن الشده المستنصريه، شوفوا الوضع مع الشعب المصري وصل لفين، شوفوا المصريين عملوا ايه لما حصل اللي حصل ليهم. وللاسف في الشده المستنصريه الشعب المصري لم يتوجه للحاكم، بالعكس الشعب المصري اكل في بعضه ما جاش ناحيه الحاكم، ودي حاجه غريبه في شعبنا، حاجه غريبه. ما رحناش على الحاكم اللي سبب الليله، لا رحنا في الشعب وقعدنا زي ما بيحصل دلوقتي، تلاقي اللي بيؤيد السيسي بيطلع يشتمني وانا برد عليه وهو يرد علي وهكذا وهكذا. انما يعني اس المشكله كلها هو السيسي، الناس سايباه في حاله وكانه لوح ازاز لا يلمس، لا محدش يجيب سيرته، محدش يجيب سيرته. يتكلموا عن مصطفى مدبول لدرجه طلعوا محمد الباز يتكلم يقول لك نطالب باقاله مصطفى مدبول. والله العظيم خرج شوفوا على صفحته محمد الباز، انا مش قادر اجيب لكم الفيديو بتاعه ان عليه حقوق كتير وعليه حقوق عليه حقوق رهيبه جدا محمد الباز ونشأة الدين وعبد الفتاح السيسي شخصيا عليه حقوق على فيديوهاته يعني. فروح لمحمد الباز عامل حقوق بس بيتكلم عن ان خلاص هو بيطالب بشكل رسمي اقاله مصطفى مدبولي وعمرو اديب واحمد موسى والبرلمان كله. هما دلوقتي عارفين ان المركز زي ما قلت لكم تاني للمره العاشر احنا قاعدين جنب تايتانيك، بس احنا على الشمال عشان احنا غرنا اكتر منه شويه كتير كتير. فهم دلوقتي مش لاقيين حاجه يلبس غير مصطفى مدبولي. بقول لك مصطفى مدبولي الراجل مدبولي الراجل المستانس اللي بيطيع السيسي اكتر ما سيبته بتطيع زوجها لبسوا له عمه. الوضع مع الشعب المصري انسان بيبكي على علبه كشري واعلام بيتكلم على ازقز وجري. سلام عليكم.